وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني. بعد التحية دكتور، يعني كان هناك مشاهد جميلة جدا، يعني يمكن تكون المرأة هي الحاضر بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية، يعني كما شاهدنا أمس كان هناك حضور كبير من قبل النساء بأطفالهم. كيف شاهدتي هذا المشهد في أول وثاني أيام الاستحقاق الانتخابي للرئاسة المصرية 2024؟ عايزة أقول لحضرتك إن ده مش غريب على المرأة المصرية. في جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت المرأة حاضرة وبقوة، ودائما هي الرقم الذي يغير المعادلة. المرأة المصرية تنزل للمشاركة من منطلق الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنها، وطنها بيحميها وهي بتحمي وطنها، بتحميه بكل السبل والوسائل من خلال المشاركة. المرأة هي التي تستشعر الإنجازات وتستشعر الأزمات في الوقت نفسه، هي من تعاني من الأزمات التي تكون بسبب أشياء خارجية ثم تنعكس على الداخل، وبالتالي هي تعاني من هذه الأزمات الداخلية، سواء كان بقى غلو أسعار، نقص في السلع، أيضا تفشي الإرهاب، هي من كانت أيضا تعاني من هذا الأمر، ولكنها رأت أن هناك إنجازات واستشعرت بهذه الإنجازات التي تتطلب منها أن تحمي الوطن. الوطن يحمي المرأة المصرية، والمرأة المصرية تحمي الوطن في علاقة تبادلية والاحترام. يعني كما ذكرتي، المرأة المصرية هي من تستشعر الإنجازات وأيضا تستشعر الأزمات. كان هناك بعض الأقاويل والإشاعات بأن المرأة المصرية سوف تتراجع عن الإدلاء بأصواتها، أو النسب سوف تكون قليلة بسبب الأزمات الاقتصادية مؤخرا، ولكن ما رأيناه كان العكس تماما. المرأة المصرية تستطيع أن تقدر الموقف خير تقدير، لأنها تعلم وترى حجم الأزمات التي تحيط بالوطن، وأيضا كم المؤامرات. المرأة المصرية هي من تقدم أبنائها فداء لهذا الوطن، وأيضا من تقوم بتقديم كل السبل لدعم الدولة المصرية، فهي كانت الداعم الأول في كل الأزمات التي مر بها الوطن خلال العقد الأخير. بالفعل، يعني كان هناك مشاهد كثيرة جدا لكبار السن حتى من النساء، وهو كان ملاحظا خاصة بعد الأهمية الكبيرة التي أولتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير أيضا وسائل التسهيل على المواطنين من ذوي الهمم. طيب، وهو ما شاهدناه ما حضرتك ذكرتيه عن الهيئة الوطنية للانتخابات، دعينا نقدم الشكر لأعضاء اللجنة الوطنية، وأيضا نقدم الشكر للسادة القضاة الذين يقومون على العملية والإشراف على العملية الانتخابية وتسهيل وتذليل كل العقبات. نشكر الإعلام المواكب لهذا الحدث والمشهد التاريخي، نشكر كل من العاملين بداخل اللجان الحقيقة في سهولة ويسر وأيضا تدليل كل العقبة. يعني بالفعل كان هناك الكثير من الإجراءات التي كانت من أهدافها هو تيسير عملية الاقتراع على المواطنين، وكل هذا كان بتيسيرات من الهيئة الوطنية للانتخابات. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف.